المولود جاني تعرفون بعد 4 بنات. تبارك الله. اي والله جانا عبد العزيز، الله يصلحهم ويحفظهم جميعا ويحفظ اولادكم ان شاء الله. فحبينا نسوي له عقيقه كبيره يعني. فالعقيقه هذه لازم احطها عقيقتين، انا دائما طبعي كذا، لاني خلاص اهلي السعوديين واهلي السودانيين. صحيح. طيب عقيقه، كثير من السودانيين ما سماية يعني سماية 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 اللي هي سماية يعني السبوع أو الأربعين أو كذا. نعم تمام. يا سلام. نعم عبد العزيز قادم ما شاء الله قادم بقوة هو ما قال ليك أنا عامل حاجة للسعوديين وعامل جو للسودانيين. نعم اللي هو العقيقة الثانية. أنا عملت حفل للسعوديين وأقاربي، وبعدها بأسبوعين عملت حفل للسودانيين. صحيح الله. نعم للسودانيين فقط انهم يحضرون ويشاركون المناسبه هذه، وكانت حفله جميله صراحه، وتمنينا انه الفنان الكبير هذا معانا صراحه. طيب الله يديك العافيه. في الولد الثاني باذن الله. باذن الله. طيب ايه رايكم نشوف على الشاشه، نشوف اليوم الجميل والاحتفاء الجميل.